أحبائي، لما بتنظر الضربات بتشوف الوباء. واحد من الضربات الكبيرة اللي مذكورة في سفر التكوين إصحاح 28. وعلى فكرة في أيام موسى الرب يعني مش بس كان بيعطي ضربات أو وباء، لكن من ناحية تانية بتشوف معاملات الله مع شعبه. على فكرة الله كان بيهتم حتى في الأمور النفسية والاجتماعية والروحية والصحية أيضا لشعبه. فمثلا يعني بتشوف في الرب وضع قوانين صحية لشعب إسرائيل في سفر العدد إصحاح 5، بيتكلم عن الأبرص واللي عنده السيل لازم يكون في حجر صحي، يعني لازم يكون خارج المحلة. وفي لويين إصحاح 15 بيتكلم عن نفس المواضيع، بيتكلم عن الإفرازات والسيل اللي بيطلع من الجلد ومن الجسد سواء من الرجل أو من المرأة، فلازم يكون أيضا في حجر صحي. لازم يغتسل، لازم الملابس تغتسل، لازم حتى الـ يعني أي شيء الغطاء اللي بتغطى فيه كله لازم يغتسل. هذه القوانين الله وضعها حتى يحمي شعب إسرائيل، مثل شو يأكله أو ما يأكله، الطيور الطاهرة أو الحيوانات الطاهرة بالمقارنة مع الحيوانات النجسة. مثلا شريعة الأبرص لازم يكون خارج المحلة، بيوضع قوانين يعني كم متر يكون، كم البعد، ماذا يقول، كيف يصيح. كل هذه الأمور الله عمل زي نوع من الحجر الصحي، وهذا إن دل على شيء بدل على الحكمة الإلهية بقوانين منتظمة، قوانين منتظمة حتى يحافظ على شعبه وحتى يحمي شعبه من الأمراض ومن الأوبئة، ولا سيما في تلك الأيام.